روبرت بيفولد. ولد سنة 1874 في لندن لأب دبلوماسي، وفضلاً عن اشتغاله بالطب عرف بأنه عالم أنثروبولوجي اجتماعي وروائي. قام بتأليف عدة كتب منها صناعة الإنسانية، الأم، المصباح النفساني، أصل الحب، تطور العقل، انهيار الحضارات التقليدية، ضعف وانهيار الإمبراطورية البريطانية. يقول الباحث روبرت بريفولد في كتابه الشهير صناعة الإنسانية معرفاً بالحضارة الإسلامية: إن القوة التي غيرت وضع العالم المادي كانت من نتاج الصلة الوثيقة بين الفلكيين والكيميائيين والمدارس الطبية، وكانت هذه الصلة أثراً من آثار البلاد الإسلامية والحضارة العربية. إن معظم النشاط الأوروبي في مجال العلوم الطبيعية إلى القرن الخامس عشر الميلادي كان مستفاداً من علوم العرب ومعارفهم، وإني قد فصلت الكلام في الدور الذي لعبته العربية في اليقظة الأوروبية، لأن الكذب والافتراء كانا قد كثرا في العصر الحاضر، وكان التفصيل لابد منه للقضاء عليهما. لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم الحديث، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في إسبانيا لم تنهض في عنفوانها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام، بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوروبية. فعلى الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاعها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعالم الحديث من قوة متميزة ثابتة، وفي المصدر القوي لازدهاره أي في العلوم الطبيعية وروح البحث العلمي. رسالة السلام. رسالة السلام تقدمها رزيق حملاوي بقلم جمال رشدي.